النهدي خرج مطرود من هنا، هي بدات من هنا، فدريكا بدات هكا. فانا جاوبته بفيديو على الكونت بيرسونيل نتاعي، سيتي اون فيديو سامباتيك، جي ديغيزي ان بيرسوناج من لافريك، ديجا عملت مكياج كوم سي انا معناتها بلاك، وجي ديغيزي وسميته نوفل وجه الورل في الفيديو نتاعي. فهو من بعد حضر لي التحضير هذاك الكل، واستدعاني للحصه ريان كو باش يخرج فيا حكاية اللي أنا ماست لاست، ألوغ كو سي با فري، ما نجمش أنا نقول باش ندافع على روحي لهنا، نخلي الأكثرية معناتها الناس تحكم، ولكن الأعمال الحمد لله أمين اللي عملتهم الكل في حياتي معناتها أثبت وجودي والناس حبتني وقالت وليد هذايا مضمون. فنحب نقول للناس اللي يسمعوا فينا توا، راهو اللي تراو فيه في التلفزة مش الكل صحيح، راهو فما برشا عباد ولات تصفية حسابات. سي مالوغو كي يوصل للميدان. علاش يصفي حسابات؟ على خاطر الفيديو اللي قلت نحكي لك عليها اللي هو بدا، انا ما نظلمش، اما لكن اذا كان انسان يظلمني يلزمني باش ندافع على روحي. معناتها هذه حاجه عاديه. دونك سي مالوغو كي نخرجوا اون ريبيتاسيون في فنان شاب يحب يكون صريح ومعناتها خاصه مع الجمهور ومع خدمته. فنقول نوفل الورتاني ربي يهديك، ولكن الجواب نتاعي باش يكون ان شاء الله عندي فيلم ان شاء الله المتفرجين باش يرى وليد نهدي مختلف ان شاء الله. سامحني وليد، انت توا تقول اللي هو نوفل الورتاني هو اللي جابك باش يطلع فيك معناها ليماج نتاع العبد الماسك، الوغ كو العباد يل سون با اوسي بيت، معناها باش سي بون خاطر هو جابك وعمل فازه خايبه اللي العباد. سامحني كمان جملتي، فما عباد تجي للبلاتو وإلى ساي معناها اللي هو مع النوفل ولا غيره، أي عبد يحاول باش يبربش ويحاول باش يطلع المصوتية اللي فيه، مالغري سا العباد ما معناها ما يعملوش نفس اللي باش يمشي للبرامج هذيا يعرف على شنو قادم، معناتها على خاطر هذيا يعرف على شنو قادم، لا يعرف على شنو قادم، ولكن فما مستوى ما يهمناش نهبطوا تحت. اذا كان خاطر تعرف التلفزه في سلاح ذو حدين، معناتها اما تهز الانسان ولا تنجم تهرشمه، معناتها الحمد لله. وشو المصلحه توا بالحق؟ خلينا ندخل على شنو مصلحته معناها توا مثلا. هو لا، ما هو 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 يخدم في خدمه باش يحط لك باش يحطك في سيتواسيون كيف ما هذيك وباش يخرجك من بعد في الصوره هذيك للناس. هاني قلت لك خاطر الفيديو اللي عملته انا اللي سميته فيها وجه الورل، خاطر هو كي نثبتوا فيه يشبه للورل. ما يهمنيش فيه، هو ما يهمنيش فيه وجه. لا 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 شوف، انا خليك تكمل. ايش اقول؟ راهو المشاهد التونسي يا امين يصدق. وليد خويا وليد، خليك ارقى يا وليد. لا أرقى. لا مش ارقى، لا لا ما تدخلوش في الرقي، ما تدخلوش في الرقي حتى زميلتي، ما تدخلوش في الرقي. وليد في ظل الغياب توا نوفل مش بحذاها، مش نجم تقولوا توا انت خليك من الاول جاوبت على السكتش. اي قلتها من غير ما نزيد نعاودوا نعاودوها. انا نحكي ريزو سوسيو، انا نحكي انا يلزمني، انا اغزلي، انا راني انسان اغزلي، انا راني انسان وفنان اغزلي، انا راني انسان وفنان، والفنان فما حاجات والانسان العادي فما حاجات ينفعل منهم. يخرج فيا صوره غالطه للناس للجمهور العريض. انا تو في حياتي الشخصيه بربي لحظه بربي، انا تو في حياتي الشخصيه قاعد نتعرض لمشاكل في الشارع، فما عباد معناتها يبروفوكيوني فيها وفياس، خاطر نوفل الورتاني زاد كيف كيف خرج اللي وليد النادي فياس، علاش خاطر عنده كرهبة. صار من بعد لاباس قبل الايميسيون، لاباس قاعدين نشوفوا في الفيديو نتاعك. لا هو يحكي على حاجه قديمه، لا يحكي على حاجه قديمه، لا لا يحكي على حاجه قديمه. الكومنتار ايتي اكيليبغي وقتها، فما شكون بوغ فما كونتر، فما شكون، والدنيا اذواق. ولكن انت تجي الجمهور الكبير والعريض خاطر هو عنده تو دوديونس في الايميسيون نتاعو مرتفعه، نخرجوا معناتها صورة خاطئة وغالطة على فنان ما يجيش، معناتها فهمت؟ انت اختارت هو معناتها نهارتها ريحته بالالكول بالشراب. بون ما يهمنيش فيه تو ريحته بالالكول. بربي بربي لحظة خليني نقول هذايا خاطر تتعدى وناس تسمع فينا وكذا. وليد انت تتحمل مسؤوليتك، ما زاد احنا زاد اي احنا زاد تحمل مسؤوليتنا. زاد ما عندك حتى تعليق. نوفل الورتاني وغيره ماهوش موجود بحذانا باش نجموا نتكلموا هكا ونقولوا عليه ريحته بلي كذا بلا الكول بغيره، اموره الشخصيه اموره الشخصيه. هو هذاك نوفل الورتاني اللي زميلنا ونحترموه واموره على روحه، معناتها ربي معاه ما ندخلوش فيه ريحته بلا الكول ولا بغيره.
خرج صورة خاطئة عليا. خرج صورة خاطئة تنجم تجاوبه معناتها في حصته، تطلب منه حق الرد وجاوبه في حصته. أي اللي تبعوا فيه. أي جاوبه في حصته مش بحضانة الهوني مش نتجاوزوها النقطة هذه. نتجاوزوها النقطة هذه ما نحبوش نحكيو فيها. هو ما ردش على الميسيون هذه واختار أنه ما يجاوبش من بعد، لكن احنا لقينا دليل اللي هبط لابتيت فيديو اللي قال فيها معناها احنا مقاطعين القناة هذه ومقاطعيننا وفلو ما عادش نحضروا في الميسيون، واني انا وبابا وخويا قررنا. انت قبيله قلت لي يا زينب راهي معناها راني انا معناها لمت على دالي انه هبط حاجه كيما هيك. انت توا من خلال راديو ميت شنو تقول؟ سي توت افي نورمال، سي اون رياكسيون عاديه على الاخر. انا خو ابري تو غار عليك، غار عليك، سي توت افي نورمال. زينب راهو فما حاجه يلزم الناس نحترموا بعضنا، احترام سي تري امبورطون. نحن عائلتنا اللهم صل على النبي نحب ولا نكره عائله فنيه محترمه، نخدموا على رواحنا، نحاولوا باش نسعدوا الجماهير بقدر الاستطاع. معناتها اذا كان يوصل ان انيماتور دو تيلي اللي هي معناتها حاجه انا النايت ليت شو كي تتفرج فيها مين راهو القدر اللي يعطيه للفنانين حاجه انهم راهو فما زاد راهو فما حساسه تلفزيه. لا لا مش لغه التشليك حبينا ولا كرهنا. هذاك ولد المكي وزكي هذاك حضر لي بو لا يرحمه راهو بو لا يرحمه المرحوم المكي راهو عنده حضر لي ورقه لا يرحمه وينعمه. مش نحكي على ابوه، نحكي عليه هو. اي ما هو زاد جبت ولد المكي وزاد ايه ولده ما ولده هو لا هو عنده اسم معناتها هيدا عنده اسم وانا والله ما نعرف انا جو تاسيغ يا امين والله ما نعرف. اي ما حضر لي ورقه معناتها محاضره عنده قبل حاجه ثلاثه اربع ايام يحضر فيها وبعد قال لي صفهم لي على اساس وليد النادي ايفان ماست. وليد هو عمره وليد النادي ايفان ماست خدمته. لا 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 مش نحكي على بعض، خلينا من الكونتوني، خلينا من الكونتوني. هو الكرونيكر شنو هو دوره؟ سامحوني السادة المستمعين كان منفعل راهو انا قاعد نعيش، انا قاعد نعيش في الوضعية اللي حطوني فيها معناتها اللي خرجها انا في العريان. باهي شوف وليد انا الحقيقة نتمنى لو كان تجاوب معناتها في الحصة نتاعو هي ما نعرفش والله سيتي امبروفيزي معناتها ما كانتش مبرمجة الحكاية خاطر تبان شي احنا اللي نظمنا هكا وحق رد. هو ديجا شاف الفيديو لا، الناس الكل كيكه دونك هو خرج هكاك العباد باش تبعو فهمت.